بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زمايلي الأعزاء، دي أول مرة أجرب إن أنا أبعت باوربوينت بصوتي، على الله تكون تبقى صدقة جارية، وانا حفز الزملاء الاخرين يعملوا الوضع ده، يختاروا اي موضوع يفيد الاسم. شكرا. فابورايزرز، اول سلايد زي ما انتم شايفين بيعبر عن الكونسنتريشن اوف ايزوفلورين في الازازه، ان هو حوالي 32% من الضغط الجوي اللي هو 100 كيلو باسكال، وبالتالي يبقى ضغط 32 كيلو باسكال. احنا زي ما ذكرنا قبل كده ان اي كلوز شيمبر فيها ليكويد عند سيرتن تمبشر هنبص نلاقي بعض الموليكيولز في ليكويد ستيت تتحول الى فيبر ستيت، وبعض الموليكيولز الموجوده في الفيبر ستيت ترجع تاني للليكويد. هيفضل الموضوع ده رايح جاي لحد ما يحصل at a time where the entering equals the emerging molecules. At that time بنقول ان ال vapor pressure bombarding the wall اسمه saturated vapor pressure. هو ده اللي بيحدد الانستيزيا which is temperature dependent. تقسيمه الفابورايزر اللي موجوده في الكتاب اللي احنا متعارفين عليه هو عباره عن بلينم ودرو اوفر فابورايزر. البلينم يعني الات النفخ، انا بنفخ بفورس الكارير جاز على الليكويد انستيك علشان اعمل البروسيس اوف فابورايزيشن، فلازم عندي السورت اوف بريشر. الدرو اوفر من كلام انا بسحب، بعمل نيجاتيف بريشر، العينه زي ما انتم شايفين في الصوره ليتر اون بسحب الهواء، الهواء يخش الفابورايزر يعمل البروسيس اوف فابورايزيشن يروح للبيشن. عشان كده لازم السيستم يبقى فيه لو ريزيستنس سيستم علشان ما يبقاش البيشن اكزوستد. انا ممكن اكريت الموضوع ده عن طريق نفس البيشن او ابلايد نيجاتيف بريشر بيلوز، حاجه زي الفنتليتور يسحب يعمل البروسيس اوف ذا بيشن، وبالتالي تبقى كنترول. الصورة اللي فوق طبعا بتوضح الدرو اوفر فابورايزرز مثل يعني، وهنذكرهم ليتر اون. الفكرة ان احنا بنحاول نصمم فابورايزر فيه كل الاحتياطات اللي تحمي البيشن، وفي نفس الوقت تضمن ان الفيبر بريشر خارج منه ان بروبر كونسنتريشن وبريشر للبيشن. فاحنا بنتكلم على اوائل الفابورايزرز كانت موجوده زمان، اللي هو بويز بوتل. زي ما شايفين ازازه معينه فيها ماده الاتير، الفريش جاز فلو اللي كان بيخش على السيستم كان بيتحكم بليفر، ليفر موجود يزود او يقلل اللي داخل جوه الفابورايزر. في جزء بيعدي الفابورايزر بنسميه الباي باس، وفي جزء بيدخل الفابورايزر اسمه الجزئيه اللي انا بعمل بيها البروسيس اوف فابورايزيشن. حسب الديفرنس او السبليتنج ريشيو بقدر احدد تقريبا الكونسنتريشن الخارج اللي بيميرج من الفابورايزر. فالمشكله كلها في الازاز ان هو معامل توصيل وحراره ضعيف، كوفيشنت اوف سيلمات ترانسفير. والبروسيس اوف فابورايزيشن زي ما ذكرنا قبل كده هو تمبشر ديبندنت، لازم يكون في حراره علشان يعمل البروسيس اوف فابورايزيشن. الحراره دي بيستمدها من الليكويد او من السراوندنجز. باي تايم في ازازه الاتير هنبص نلاقي ان تكون تلج بره الازازه، وبالتالي هيحوش الحراره اكتر، وبالتالي مش هقدر اتحكم في الكونسنتريشن او الفيبر بريشر خارج من الفابورايزر. ليتر اون هنذكر ازاي احاول اتغلب على المشكله الثانيه. المشكله الثانيه ان الخارج بالفابورايزر از فلو ديبندنت، يعني زودت الفلو خليته مثلا 20 لتر بير مينت، الكارير جاز هيخش على الفابورايزر مش هيلحق يكاري معاه مولوكيولز البيشن، وبالتالي الكونسنتريشن يبقى قليل. مين وايل لو الفلو قليل زي ما بنعمل في كلوز سيركت 1 لتر، يبقى الفلو بطيء لدرجه انه ممكن يشيل اكتر
من اللي احنا متوقعين من الموليكيولز، وبالتالي يزود الساتوريتد فيبر بريشر. علشان كده احنا التجأنا لتفكير ان احنا نعمل المودرن فابورايزرز. اول مشكله بتقابلنا في الديزاين اوف فابورايزر الفلو ديبندنت، يعني انا مش عايز الفلو ياثر على الناتج النهائي بتاع الكونسنتريشن اللي انا عامله سيتنج على الدايل. عامل ازاي الموضوع ده؟ ان اخلي خارج من الفابورايزر من الاب من الداون ستريم فولي ساتوريتد، يبقى لاقصى درجه مشبع، وبالتالي ينضم مع الباي باس شيمبر عشان يديني الناتج النهائي للكونسنتريشن اللي رايح للبيشنت. دي طريقه او اساس الفكره هنذكرها بعد كده. الصوره اللي تحت بتبين ان الايزوفلورين فابورايزر اللي احنا قلنا عليه ان هو موجود بتركيز 32% من الضغط الجوي، وبالتالي يبقى ضغطه 32 كيلو باسكال. هو موجود جوه الفابورايزر. انا بعدي الفريش جاز على الفابورايزر بقدر معين، بقدر السبليتنج ريشيو عشان يديني 1%. ازاي احصر على، او يعني ايه الناتج النهائي من التركيز اللي انا حاطه على النوب؟ مش شرط 1%. انا لو دخلت 5% من الفريش جاز فلو، وبالتالي 95 بيباي باس، ال 5% اللي داخلين على الفابورايزر هياخدوا ال 5% من 32%، وبالتالي اللي خارج من الفابورايزر يبقى 1.6% ايزوفلورين. فدي الفكره، ان انا بتحكم في السبليتنج ريشيو علشان احصل على التركيز النهائي للفيبر. الفيبر سيرفيس لازم يكون وايد، ولازم يكون في، احنا هنذكر بعد كده في حاجه اسمها ويكس وحاجه اسمها سنتريت تيوب. الفلو برضو اللي رايح للفابورايزر لازم هيفرق من ناحيه قدرته ان هو يشيل الفيبر من كونه لامينر فلو او تيربلان فلو، لان الكلام ده كله بيتاثر طبعا بالفيسكوستي او الدنسيتي، فبنحط في اعتبارنا ان الكلام ده برضو ممكن يأثر على الناتج النهائي للفيبر الخارج. برضو مشكلة الفابورايزر ان انا استخدمت فلو اقل جدا من نص لتر او اكتر من رينج معين، الاوتبوت هيختلف، فلازم اضمن الكلام ده كله يبقى overcome. طبعا في فرق ان كون اللي داخل الكاري جاز اوكشن او اوكشن ونيتروس اكسايد، نيتروس اكسايد بيدوب في الليكويد انستيك، وبالتالي مش هنحصل على البروبر فيبر اللي احنا عايزينه مقارنة باكسجين لوحده. الكابر كيتل اخر حاجة في الكابر كيتل ده عبارة عن طبعا اناسيتك فيب اناسيتك فابورايزر قديم، هو كان موجود على معمول من كابر محطوط على الباك اوف ذا اناسيتك ستيشن، و كان بيبقى فيه ترمومتر، ونذكر قبل كده بعد كده الترمومتر ده فايدته ايه. المهم عشان اضمن ان الفلو اللي خارج منه ما يعتمدش على الفلو ريت، انا بحط في الجهاز دوت فلو ميتر مخصوص له، يعني يبقى الجهاز ده فيه اتنين فلو ميتر، فلو ميتر عادي بيعدي وفلو ميتر مخصوص بيخش الفابورايزر، بحيث اقدر اتحكم على الكونسنتريشن بتاع الفيبر خارج من الكابر كيتل بكميه الفلو اللي رايح حاله سبيشيالي، طبعا في وجود التمبتشر الكونسيرند ان في ترمومتر، علشان احصل على البروبر فيبر بريشر ككومبنسيشن. الرسمه اللي فوق السلايد بتبين التو تايبس اوف ثيرمال ستابيليتي بعملهم في الفابورايزر عشان احقق ان الخارج من الفابورايزر او الداون ستريم يبقى فولي ساتوريتد، عن طريق حاجه اسمها الويكس. الفتيل ممكن يكون، او يعني هو بيبقى فابريك ويكس، زي ما انتم شايفين جزء منه ديبت في الليكويد وجزء منه صاعد من الليكويد انستيك. بخاصيه السيرفس تنشن اللي احنا قلنا لها ازاي القوه الفورسز بتسحب الشيء خلال كابيلر تيوبز موجوده في الويكس، بسحب الليكويد انستيك على السطح. احنا لو خدنا بالنا بالفرق بين السطح لو
ما فيهوش ويكس، هيبقى يعني طوله بالنسبه لطول الويكس، لو انا مشيت بحدود الويكس اللي فوق السطح هتبقى اطول، وبالتالي السيرفيس اريا هتبقى اكتر، وبالتالي هضمن ان في فولي ساتوريشن. الناحيه اليمين زي ما انتم شايفين السنتريت تيوب، عباره عن تيوب من ازاز او معدن فيها وولز او فيها هولز، متاسف، فيها خروم. لما الكارير جاز يعدي على الليكويد انستيك بيعمل بابلز، بيعمل فقاعات. البابلز دي سيرفيس اريا بتاعتها كبيره، فدي وسيله اخرى ان ازود الايه الساتوريتد فيبر بريشر، او يبقى فولي ساتوريتد، والناتج النهائي هو خروجه انضمامه للباي باس شيمبر عشان يديني الفاينل كونسنتريشن. تاني حاجه انا بهتم بيها في تصميم الفابورايزر حاجه اسمها ثيرمال ستابيليتي، عايز الحراره بتاعت الفابورايزر تبقى كفيله انها تعمل بروسيس اوف فابورايزيشن. لو سئ الليكويد نتيجه الفابورايزيشن ما بياخد الطاقه من الليكويد، هبتدي باي تايم الساتوريتد فيبر بريشر يقل، فانا لازم اضمن ان يبقى في خزين حراره جوه الفابورايزر. فانا بعتمد على المعدن اللي موجود، انا بصمم معدن غالبا من كوبر واذر ميتالز، وخاصيه الليكويد اللي موجود جوه. يعني ايه؟ يعني انا بتصور ان الايزوفلورين، ايزوفلورين كميته 200 سنتي، الدنسي بتاعته كثافته 1.87، وده لازم نحفظه. طب ايه اهميه الاثنين مع بعض؟ لما اضربهم مع بعض، لما اضرب الحجم في الكثافه بجيب الكتله، لما بضرب الكتله في سبيسيفيك هيت اللي هنذكره بعد كده هجيب حاجه اسمها الهيت كاباسيتي. سبيسيفيك هيت يعني الحراره النوعيه لاي ماده هي الحراره اللي مطلوبه، او يعني كميه الحراره المولده اني ارفع الماده 1 كيلو جرام اوف سبجكت 1 ديجري سيلسيوس. يعني ما نفترض عايزه اشوف الحراره اللي ممكن تكون موجوده في الماده دي لما ارفع حرارتها مثلا من 37 ل 38، فما بضرب سبيسيفيك هيت في الماس بحصل على الهيت كاباسيتي زي ما انتم شايفين تقريبا بيبقى 300 ايه 300 جول بير كلفن، واحنا عاملين الماينس 1 علشان احنا صعدنا الماينس من المقام من تحت لفوق، عشان كده حولناها لماينس 1. السبيسيفيك هيت اليونس بتاعته من 3 بارتس، الجول بير جرام بير كلفن، يعني ده 3 والهيت كاباسيتي 2. مش مهم تحفظ سبيسيفيك هيت بتاع الايزوفلورين. الكبر حجمه تقريبا 5 كيلو، لما اضربه السبيسيفيك هيت بتاعته، ودي البوينت اللي مش مهم برضه تحفظه، الغريب ان هو اقل من الهالوسين. الناتج النهائي تقريبا 1950، وده انا ما نساويش عشان ده تاريخ عيد ميلادي. اما نضم الاثنين مع بعض هنحصل على هيت كاباسيتي يحاول مش كومبليتلي يحافظ على حراره الفابورايزر علشان نعمل البروسيس اوف فابورايزيشن. الرسمه اللي فوق بتوضح بطريقه كده بسيطه يعني ايه الهيت ستابيليتي. بتصور ان جوه الفابورايزر في نوع من المعدن يحافظ على الحراره بتاعه الفابورايزر. يعني في مثل اخر برضو الايثر والووتر جاكيت اللي حواليه، انا بحط دايما هنذكر بعد كده في درو اوفر فابورايزر ابشتلنا كنتوش اوكسفورد ازاي بيعمل ثيرمال كومبنسيشن بالووتر جاكيت اللي حواليه. هي انا مش لازم تحفظ بقى، ما هم 200 سنتي وتقعد تحفظ وتجمع الهيت كاباسيتي بتاعت ايثر وهيت كاباسيتي بتاعت الووتر، انما المعلومه المهمه جدا نعرف ان الووتر اعلى ليكويد في سبيسيفيك هيت 4.18 جول بير جرام بير كلفن، 3 ايتمز علشان اوضح السبيسيفيك هيت.
الرسمه اللي تحت دي اللي هي الكيرف بتاع الساتوريتد فيبر بريشر بتاع الايزوفلورين. ليتر اون في صور بتوضح ساتوريتد فيبر بريشر لديفرنت انهاليشن اسيتك. زي ما انتم شايفين كل ما زودت الحراره المحور الافقي او الترانسفيرس او الترانسفيرس اكسس هنبص نلاقي كل ما زودت الحراره كل ما الساتوريتد فيبر بريشر زادت. الفيرتيكال اكس بتبين الساتوريتد فيبر بريشر. المثير في الموضوع ان انا ممكن احصل من الكيرف ده الكونسنتريشن بتاع الايزوفلورين على اي بوينت. لو انا جريت خط من نقطه الساتوريتد فيبر بريشر بارلل لل الترانسفيرز اكسس هقدر اعرف الكونسنتريشن بتاع الايزوفلورين ات اني تمشر ريكوايرد. الانترس الثاني ان انا الكيرف دوت الكيرف ده ممكن احصل على البويلنج بوينت بتاع الليكويد. يعني امتى يحصل بويلنج ليكويد؟ لما ساتوريت الفيبر بريشر بتاعه يوصل الاتموسفيرك بريشر. يوصل اتموسفيرك بريشر يعني الايزوفلورين اقل من 100. يعني ابقى عمال اسخن في الايزوفلورين لحد ما يوصل لدرجه حراره التي فيها يغلي الساتوريتد فيبر بريشر بتاعه يساوي الاتموسفيرك بريشر. الميه لما بغلي الميه وقت غليان الميه الفيبر اللي خارج منه ضغطه قد ضغط الجوي عشان كده بيغلي. الميه بتغلي على 100، الميه بتغلي على 100 علشان الساتوريتد فيبر بريشر ات ذيس بوينت يساوي الاتموسفيرك بريشر. ما زلنا بنتكلم على الثيرمال كومبنسيشن في الفابورايزر. ده ثالث سيستم انا بحاول اعمله عشان اعمل بروبر ديزاين اوف ايفابورايزر. الاول ما ابتدينا زمان نشتغل بالدريجر او انا ما حضرتش الكلام ده، انما الدريجر فابورايزر احنا عارفينه موجود جهاز الدريجر كان بيبقى فيه نوب، يعني النوب اللي هي الجزء اللي انا بحركه عشان اوسع اوصل للكونسنتريشن ريكوايرد. فالنوب بتاعه زمان كان بيبقى فيه تو لاينز، واحد فيرتيكال واحد انكلايند، وكل الانكلايند او الفيرتيكال الانكلايند نفترض بالحراره والفيرتيكال بالتمبشر. وانا بحط ترمومتر جوه الفابورايزر انا بعرف حرارة الفابورايزر، وبالتالي بانترسكت بحرك الدايل بحيث الانترسكت الفيرتيكال لاينز مع الانكلاينز يوصلوا عند درجة حرارة اللي انا عايزها بالكونسنتريشن اللي انا عايزها. فدي كانت وسيلة زمان علشان احافظ على الفيبر بريشر ان ريسبكت اوف تمبتشر. الكابر كيتل احنا ذكرناه قبل كده عبارة عن ايفابورايزر معمول من الكابر، هو يشيل ممكن different types of liquid anesthetics. كانت فكرته ان انا عايز برضو احافظ على ال saturated vapor pressure يبقى طالع منه irrespect of changes of temperature or flow. فهو عبارة عن ان بيبقى فيه specific flow meter ليه غير الفلو ميتر اللي موجود في الانستيك ستيشن. وبالتالي في ثرمومتر موجود في الفابورايزر. الثرمومتر دوت بيحدد لي التمبشر جوه الفابورايزر والفلو بتاع الفلو ميتر بتاع اللي داخل سبيسيفيكلي تو ده فابورايزر. الاثنين دول بقدر اولف علشان اطلع البروبر انستيتيك كونسنتريشن. طبعا كابر كيتل ده عباره عن هيستوريكال فابورايزر. الاهم حاجه ان احنا نشوف الطرق الثيرمال كومبنسيشن اللي موجوده في الكونتمبري فابورايزر او يعني المعتاد عليها الفابورايزر اللي احنا عارفينها، الفابورايزر اللي هي سبليتنج، الفابورايزر اللي هي بتبقى اوتسايد ذا سيركت. الثيرمال كومبنسيشن بتاعتها وده ممكن يجي سؤال في ثلاث طرق زي ما انتم شايفين. في حاجه اسمها بايل ميتاليك ستريب. يعني ايه؟ انا بجيب شريط معمول من تو ميتلز اوف تو ديفرنت كوفيشنت اوف اكسبانشن، يعني معامل التمدد مختلف، واحد اكتر من تاني. معناه ايه؟ لو واحد لو سخنت واحد هيتمدد اكتر من التاني، الاثنين ملزوقين مع بعض، فاللي بيتمدد ياخد الاقل كوفيشنت يسد الفتحه.
يسد الفتحه. الفتحه زي ما تشوف جانبيه اللي هي بيخرج منها الفيبر بريشر بعد ما يحصل البروسيس اوف فابورايزيشن عشان ايه يجوين الباي باس شيمبر. الحراره ما تبقى عاليه الساتوريتد فيبر بريشر هيزيد، فانا كوني الستريب ده هيطول هيقفل شويه المخرج بتاع الفيبر، وبالتالي هيحاول يواكب تغير الحراره على الفيبر بريشر. تاني نوع اللي هو البيلوز، البيلوز اللي هو زي الاكورديون، بحط فيه سائل زي الايثر سبيسيفيك هيت بتاعته عاليه، اتاتش زي ما انتم شايفين رود، ونهايه الرود في بلب. برضو لما الحراره تزيد يتمدد الايثر ويحرك البيلوز يقفل شويه مخرج ال داون ستريم، وبالتالي حسب الحراره. طبعا نسيت اقول لكم البايس ميتاليك ستريب برضو بينكمش، يعني ريتراك في وجود الحراره ويفتح اكتر. تالت نوع البايس ميتاليك ستريب موجود في التكس كلها اللي احنا عارفينها. تالت نوع اللي هو موجود في الدريجر اللي هو الميتاليك رود. الميتاليك رود معمول من انفور، ده يعني معامل يعني معامل تمدده مش قوي، عليه براس من بره. المهم لما الحراره بتزيد برضه يتمدد يسد الفتحه او يسد مخرج ال داون ستريم، وبالتالي يقلل الفيبر الخارج من الفابورايزر.